ليك بالبر رح كون كتير كريم معك ورح ارجع دق وهالمرة رح تحكي معه كأنك مشتاق له لأنه إذا ما بتعمل هيك ما رح تكون مبسوط كليا فهمت؟ فهمت؟ أيمن تريكو شو اسمك؟ بلبل تعرف يا بلبل انك فاجأتني هذا الشيء بدل لك رجال ومخلص بس لسوء حظك انا مجبور خليك تحكي معه لاني لازم اعرف وين الرسميه ما راح اعمل مثل ايمن واستعمل الهمف بتعرف ليش ما بتعرف ليه انا راح اقول لك لانه عندي الف طريقه تانية خليك تحكي فيها وتنفذ كل الاوامر بس انا هلا ما عندي شيء ورايق على وضعي بدي اياك انت كمان تكون مرتاح ورايق على وضعك ورح امشي معك خطوه بخطوه وصدقني رح يجي وقت تترجاني تبوس ايدي حتى اعطيك التليفون لتحكي معها الرسميه بدك تحكي او بدك تضلك معند خدوه خليه يرتاح بقط الضيوف وجيبوا محله مرته سعاد سيدة 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 لا سيدة لا كلها سعاد كلها مرتي دخيلك من غير شي المعطرة مهترية بس للحق كانت متجاوبة كتير وحكيت كل شي عن البنات وعن الأبو من دون ما حدا يعذبها وأنا أكيد هلأ إذا سألناها كمان ما رح تعذبنا رح تتجاوب معنا وتقبل تحكي مع رسمية وتعمل كل اللي إحنا بدنا إياه شو يا حسون؟ أنت أو مرتك؟ هاتني التليفون في التليفون سيدنا بس عشرت ما تأذوا سعاد أعوذ بالله لا منأذيك ولا منأذي مرتك طالما أنتو عم تمشوا صح فكولوا الكلبشات روح شف لي وين صار فضل يلا ألو رسمية كيفك؟ ماشي باللوج أنت شو صاير معك؟ شو بتليفونك؟ ماشي يمكن الخطوط كانت فايتة ببعضها شو عم بصير عندك؟ القصص كتير مكركبة هون وهون كمان مكركبة خير؟ السلطان مش مصلي على النبي ليه شو عمل هيدا الوطي كمان؟ عصب وصار يصرخ بالحي واتهم الديب انه هو اللي قتل خيه واهل الحي شي صفوا معه شي بعدهم معنا دغري قلبوا نسيوا صافي شو عمل معهم شو هالشعب المرت ناس بلا اصل وبلا وفا شو بك تعملي هلا؟ انا صار لازم سكر بدك شي؟ رسمية بس بدي اسألك قبل كرمال المحل نبقى فاتحين المحل ولا شو لأنه الزباين عم بيخافوا يفوتوا لعنا والخضرة عم نكبها شو بيك بلبل فاتحة معك مثل نسوان الفرن المحل بيضل مثل ما هو بوجود صافي وبغيابه برجع بحكيك خدوه شباب ايمن يلا مشي سيدنا نحن عم مع كل المجموعات اللوكيشن يلا سيدنا عم بتابع معهم تخبرني بكل شيء
بعض.